الاوبريشنال انجنز، وفضل بعد كده ان شاء الله اللي هو شابتر النون كوميونيكابل ديزيزز، وده هيخلص ان شاء الله في 3 مرات. اول حاجه الميكانيكال هازاردز او بيسموها ارجونومكس. بنتكلم الاول على ماسكولوسكيليتال ديسوردر. يعني ايه ماسكولوسكيليتال ديسوردر؟ يعني احنا ممكن بسبب شغلتنا ممكن يحصل لنا مثلا اشرح حاجه لوبك بين او الكاربال تانل سندروم، الناس اللي هو بيشتغلوا على اللابتوب كتير، او مثلا ممكن يحصل هيرنيت الديسك او يحصل اي تندونايتس. فالماسكولوسكيليتال ديسوردرز باول حاجه هتكلم عليها ماسكولوسكيليتال ديسوردرز، ده المثال بتاع الميكانيكال هازاردز. وفي الكتاب الجديد الموضوع مختصر قوي قوي، بيقول لي ايه اسباب الماسكولوسكيليتال ديسوردرز. قال لي الحاجات اللي انت بتعملها غلط وانت قاعد بتذاكر. احنا مثلا ده اكبر مرض يعني بالنسبه لنا كلنا عندنا الصوت. لو سمحتوا يا جماعه الصوت، لو سمحتوا الصوت. فاللي هي كلمه راس، راس اللي هي ايه؟ ريبيتيتد موفمنت. يعني ممكن الريبيتيتد موفمنت زي الناس مثلا اللي بيشتغلوا اللي لما قلت لكم الحصه اللي فاتت اللي بيعملوا سبيننج، اللي هو بيعملوا تويستنج للكوتون فايبرز شغال، او التايب رايترز. فاول حاجه ممكن تعمل ماسكولوسكيليتال ديسوردرز هي ريبيتيتد موفمنتس، او ايه يعني اوكورد بوستشر. اوكورد بوستشر يعني ايه؟ يعني حركه غلط، يعني بيوطي بظهره حركه غلط او بيعمل تويستنج معين. فكلمة اوكورد بوستشر يعني ابنورمال بوستشر او حركه غلط. الاس معناها استاتيك بوستشر فور لونج بيريد اوف تايم، زي الناس عسكري المرور اللي واقف في الشارع لفتره طويله، او زي حضرتك لما بتقعد تذاكر على الكرسي لفتره طويله. كلام سهل يعني. فبنقول ان الماسكولوسكيليتال ديسوردرز بتعمل طبعا صداع في الراس او بازل كونستريكشن في الراس. صداع في الراس، يبقى كلمه راس لو سمحتوا يا جماعه من فضلكم، دي معناها فايبريشن. برضو التعرض باستمرار للفايبريشنز ممكن يعمل ماسكولوسكيليتال ديسوردرز. خدنا الفايبريشن لو ذاكرتوه بيعمل كالسيفيكيشن في الانترفيرتبرال ديسك وبيعمل سبوندلايتس. والسي معناها التعرض للكولد، برضو بيعمل ماسكولوسكيليتال ديسوردرز. فالماسكولوسكيليتال ديسوردرز يا حضرات بنقول ان هي الاسباب بتاعتها يا اما ريبيتيتد موفمنت، يا اما اوكورد بوستشر حاجه ابنورمال يعني، او استاتيك، او تعرض لفايبريشن، او التعرض للكولد. دي الاسباب. وطبعا بيقول ان الاسباب بتعتمد على حاجات كتيره، من ضمنها مكتوب عند حضرتك في الكتاب الكاباسيتي اوف ذا وركر، يعني الوركر ده صغير ولا كبير. واحنا صغيرين كده واحنا قدكم ما كنا بنقعد نذاكر فترات طويله ما كناش بنشتكي قوي زي دلوقتي. دلوقتي ايه؟ عشان السن بيفرق، مش بس السن كمان، انت ممكن تشتكوا وانتوا صغيرين لان كاتب رقم واحد اللي هو الورك كونديشنز، زي الفريكونسي بتذاكر ايه قد ايه على طول السنه بتذاكر، الديوريشن فترات طويله، الانتنستي. فكل دي حاجات بتاثر في الماسكولوسكيليتال ديسوردرز. بعد كده بنتكلم باختصار ان الماسكولوسكيليتال ديسوردرز، الموضوع ده كان 10 صفحات بقى صفحه واحده. بيقول ان الماسكولوسكيليتال ديسوردرز عباره عن بيحصل انجري يا اما في السوفت تيشو او في النيرفس، ايه في النيرفس سيستم. السوفت تيشو اللي هي الماسلز والليجامنتس والتندونز والكارتليج والجوينتس والحاجات دي كلها. اكتر مكان افكتد ايه تفتكروا؟ يعني كمرض مهني اكتر حاجه بتبقى افكتد ايه؟ اعتقد الباك والارمز اكتر حاجه. يعني انت حتى وانت بتذاكر بتشتكي دايما من ايديك، ساعات لما تقعد تكتب بالقلم كتير ايام المذاكره الشهرين بتوع الامتحانات دول، ايدك بتوجعك وصابعك بتوجعك وظهرك بيوجعك من ايه؟ من القعده الكتيره اللي هو الاستاتيك فور لونج بيري، استاتيك بوستشر فور لونج بيري. وزي ما قلت الاعراض بتاعت الماسكولوسكيليتال ديسوردرز بتبقى الاول بين وتحس بنمنس وتنجلنج، وقلت لكم قبل كده كلمه نمنس تنميل، لكن تنجلنج يعني زي تخدير كده او خد موضعي يعني. وبعد كده ممكن يحصل ستيفنس في الجوينتس، وبعد كده ممكن يحصل ديفيكالت موفمنت. يعني في ناس ربنا يعافينا جميعا خلاص ما عادش يقدر يوطي، ما عادش يقدر يتحرك او يعمل النورمال بوزيشنز. يبقى احنا دلوقتي انا ممكن يعني ممكن يجي سؤال يقول لي والله ايه هي الكوزز اوف الماسكولوسكيليتال ديسوردرز، عشان اقول له كلمه راس وباظ كونستريكشن في الراس ممكن كده، او يقول لي ايه هم السيفن ستيبس تو بريفنت الماسكولوسكيليتال ديسوردرز. يعني دبليو اتش او وحاجه اسمها مايوش، دي حاجات كلها مؤسسات حطت سيفن ستيبس عشان نمنع الماسكولوسكيليتال ديسوردرز. اول حاجه قال لي ايدنتيفاي الساينز اوف البوتنشال ماسكولوسكيليتال ديسوردرز. يعني انا عشان مصنع من المصانع اعرف اذا كان الوركرز اللي فيه بيتعرضوا لماسكولوسكيليتال ديسوردرز هعرف ازاي؟ فقال لي حضرتك لو في العمال بيشتكوا على طول، يعني فريكوينت ريبورتس اوف اكس، العمال بيشتكوا على طول ان في صداع، ان ظهرهم بيوجعهم، ان ايديهم بتوجعهم،
او لو في عندنا انا من الاول عارف ان في جوب تاسك عندنا في المصنع ده زي الناس اللي هم بيعملوا سبيننج اللي هم بيعملوا غسل القطن بتحتاج ريبيتيتيف موفمنت او ناس بيشتالوا شيالين يعني في بعض برضو المهمات العمل بتتطلب يعني ايه ممكن نقول اكسسيف فورس او هيفي لود. رقم 2 يبقى انا بقول كده ابقى عارف ايه الحاجات دي يبقى عارف ان امتى ابدا اتعرف الاول ممكن المكان ده يحصل فيه ماسكولوسكيليتال ديس اوردر. الحاجه الثانيه المفروض ان انا اعرف ايدنتيفاي الماسكولوسكيليتال ديس اوردرز ايه هي يعني انا خلاص عرفت ان المكان ده ممكن يحصل فيه ماسكولوسكيليتال ديس اوردرز ازاي ان في شكوى كتير جدا من الايه الاكس او الوجع في العضله في الايدين او في الظهر. رقم 2 المفروض ان انا ابقى عارف ايه نوع الماسكولوسكيليتال ديس اوردرز اللي بيحصل كتير الناس بتشتكي اكتر في لوبات بين في كاربال تانل سندروم ولازم نعمل انفولفمنت اوف الوركرز. يعني ايه كلمه انفولفمنت اوف الوركرز؟ يعني لازم تشرك الايه العمال تخليهم يعرفوا ايه هي السيمبتومز بتاعت الماسكولوسكيليتال ديس اوردرز. رقم 3 قال لي نعمل تريننج. تريننج يعني ايه كلمه تريننج؟ تريننج للمانجرز اللي هما المدير مدير المصنع والوركرز اللي شغالين في المصنع. لازم نعرف المدير انه باستمرار يشيك على عمال بتوعه ويطمن ان هما مش بيتعرضوا لماسكولوسكيليتال ديس اوردرز. كلمه تريننج اوف بوست مانجمنت. مانجمنت يعني المدير الوركرز الناس اللي شغالين. تريننج على ايه؟ ازاي يتعرفوا ان في ماسكولوسكيليتال ما يستنوش لحد ما يوصلوا لمرحله متاخره. ولازم طبعا نعمل حاجه اسمها كوليكت داتا. اهم حاجه الكلمه الاولانيه كوليكت داتا. يعني ايه؟ يعني انا عندي مصنع غزل ونسيج ابقى اجمع معلومات ايه هو المكان اللي في المصنع اللي طالع منه شكوى كبيره. فبيقول لي كوليكت داتا اباوت الموست بروبلماتيك ورك كونديشنز. اكتر مكان في المصنع بيبقى فيه مشاكل والله المكان اللي فيه سبيننج لان السبيننج ده عمالين يعملوا تويستنج للكوتون فايبرز او المكان اللي فيه اللي بيجيبوا الاشوله بتاعه القطن ويحطوها فالناس بتشيل على ظهرها حمل تقيل مثلا. وبعد كده لازم نحط بقى خطه فمكتوب كلمه اسمها بلان. نبدا نعمل بلاننج يعني تخطيط وامبلمنتيشن يعني نبدا ننفذ وايفالويشن ونشوف يا ترى في كنترول او افكتيف كنترول ميجرز ولا لا. يعني يا ترى عملنا ايه هي الافكتيف كنترول ميجرز هنا؟ النبطشيات مثلا قدرنا نعمل نبطشيات ولا لا؟ بدل ما الوركر بيشتغل 12 ساعه في المصنع. طب انا عايز بس ايه تسمعوني. بدل ما الوركرز بيشتغل 12 ساعه في المصنع وبيعمل تويستنج وايده بتوجعه طب من ضمن الافكتيف كنترول ميجرز النبطشيات الورك ريست سايكل الروتيتنج جوبز. لو بيعمل التويستنج ميجرز او الريبيتيتيف موفمنتس بس بياخد ريست باستمرار خلاص يبقى اكيد اكيد الماسكولوسكيليتال ديس اوردرز البريفالنس بتاعها هيقل. ولازم يكون عندنا مركز طبي ملحق بالمصنع اللي هو حاجه اسمها الهيلث كير مانجمنت ان هو ايه في دكاتره يقدروا يعملوا تشخيص يشخصوا ويعالجوا الحاجات بتاعه الماسكولوسكيليتال ديس اوردرز. يبقى عندنا الهيلث كير مانجمنت هيلث كير مانجمنت. الحاجه اللي بعد كده اللي هي عايزين نقلل الريسك فاكتورز بتاعه الماسكولوسكيليتال ديس اوردرز. فايه رايك نقلل الريسك فاكتورز ازاي بتاعه الماسكولوسكيليتال ديس اوردرز؟ ايه رايكم ان احنا مكتوب ان احنا نخترع او نكتشف نيو يعني بلانج نخطط نيو اوبريشن بروسيس يعني عمليات جديده بدل الاوبريشنز اللي الوركرز بيعملوها وبيجيب لهم ماسكولوسكيليتال ديس اوردرز. فاحنا نعمل نيو اوبريشنز يعني بصوا كده يا جماعه يا اما نعمل كنترول ميجرز للحاجات اللي موجوده يا اما نعمل نيو ايه نيو اوبريشنز. فدول اللي هم 7 ستيبس فور بريفنشن اوف ماسكولوسكيليتال ديس اوردرز. في واحد ممكن يسالني انت دخلت كده علينا جامد والعنوان اسمه ميكانيكال هازاردز اند ارجونومكس. يعني ايه كلمه ارجونومكس؟ شرحتها لكم قبل كده. ارجونومكس معناها ان انا تدخل المكان او السنتر تلاقي كراسي مريحه تلاقي تكييف شغال تلاقي السبوره مش عارف ايه تلاقي الباور بوينت ايه. فكلمه ارجونومكس معناها فيتنج يعني زي مثلا في البيت عند حضرتك اوضه المذاكره تبقى مجهزه كده مكتب ومش عارف اباجوره وكتب ومكتبه ومش عارف ايه. فكلمه ارجونومكس معناها فيتنج ذا ورك كونديشنز بظبط الورك كونديشنز بظبط الجوب ديماندز تو ذا كابابيلتي اكوردنج تو ذا كابابيلتي اوف ذا ورك. يعني احنا بنعمل مناهج تناسب عقل الطلبه مناهج كويسه تناسب عقل الطلبه في الكم والكيف. يبقى انا كده المنهج بقى ارجونوميكالي ديزاين. فكلمه ارجونومكس ان انا اظبط الدنيا من اجل خاطر العمال ده معنى كلمه ارجونومكس. وحتى بيقول لي كلمه ارجونومكس معناها ايه مالتي ديسيبلينري ستادي يعني دراسه متعدده الاغراض. كلمه ارجونومكس معناها ان احنا عايزين ندرس القانون بتاع الانتر اكشن
اللي هو بين ايه وبين ايه وبين ايه. قال نفسي بصراحه بصراحه انا كطالب في كليه الطب لازم انا في انتر اكشن ما بيني وبين ثلاث حاجات. اول حاجه الطالب اللي هو الوركر يعني مثلا الماشين اللي هي الكتب والمذاكره ومش عارف كتب وبتاع، وكمان في الانفايرمنت، الانفايرمنت الجو اللي انا بذاكر فيه. انا ممكن على فكره اكون شاطر جدا 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 كوركر او كطالب وعندي كل الكتب والمذكرات ومش عارف ايه، بس في نفس الوقت المكان اللي انا بذاكر فيه نويزي. فكلمه ارجونومكس معناها ان دي مالتي ديسيبلينري ستادي، دراسه متعدده الاضرار. هدرس ايه وايه؟ هدرس الانتر اكشن، عايز اريح الكل يعني، اهتم مش بالوركر والماشين بس، لا والانفايرمنت كمان، والانفايرمنت كمان. فده معنى كلمه ارجونومكس. كل ما كان بابا وماما مظبطين البيت كويس كل ما انت هتبقى ساتسفايد اكتر. فمكتوب عندك الاوبجكتيفز اوف الارجونومكس، الوركر ساتسفاكشن هيزيد، الانتاج المذاكره ساعات المذاكره والتقدير هيزيد، البرودكشن والبرودكتيفيتي هتزيد. كل ما كان المكان ارجونوميكال ديزاين والكرسي اللي انت قاعد بتذاكر عليه مش متكسر، كل ما الالنس والديزيز هيقل. لو جالي سؤال في الامتحان في النظام الجديد وقال لي ارجونومكس انترفينشن، يعني ايه كلمه ارجونومكس انترفينشن؟ يعني ازاي نتدخل عشان نطبق الارجونومكس في بيئه العمل. ده معنى كلمه ارجونومكس انترفينشن. افهموا ارجونومكس انترفينشن ازاي نتدخل عشان نخلي المكان ده ارجونوميكالي جود او ارجونوميكالي ديزاين. قال لي اول حاجه وير از ذا بروبلم، انا عندي مصنع غزل ونسج. وير از ذا بروبلم يعني ايه؟ يعني المفروض انا ابقى عارف ايه المكان اللي في المصنع او ايه هي الشوف تاسك تارجتد اللي بيحصل فيها المشاكل. ده معنى كلمه وير ذا بروبلم. وات ذا بروبلم تاني حاجه، ايه المشكله؟ المشكله اللي في الحته ده اهي، العمال اللي بيعملوا سبيننج بيعملوا ريبيتيتيف موفمنت. فالريبيتيتيف موفمنت دي اللي هي كلمه راس تعتبر ريسك فاكتور لمين؟ للماسكولوسكيليتال ديس اوردرز. فالمفروض ابقى عارف ليه في قسم الغزل ده اهو ليه بيحصل ماسكولوسكيليتال ديس اوردرز، وابقى عارف ايه هو البادي بارت افكتد، ايديهم وصوابعهم، وابقى عارف الماجنيتيود كم واحد بيشتكي. طيب واي از ذا بروبلم، طب ليه قسم الغزل ده بيحصل ماسكولوسكيليتال ديس اوردرز؟ فكلمه واي از ذا بروبلم ان انا المفروض اتعرف على الروت كوزز. في فرق بين كلمه ريسك فاكتور وروت كوزز لما خدناها ليه كشف المسطور. يعني ايه؟ يعني ليه العمال اللي بيعملوا سبيننج على طول على طول بيشتكوا من ايديهم وصابعهم؟ لان المصنع بيخسر فمش بيبيع كتير، فاضطرينا نمشي ناس وايه ونكتفي بالايه بالعدد اللي موجود بس، فزودنا ساعات العمل، فما عادش فينا بطشيات زي الاول، ما عادش في تغذيه كويسه زي الاول، بنسيب العمال يدخنوا فالفاسكولوسي بيتاثر. فاهمين الكلام؟ يعني في روت كوزز، في روت كوزز بتاثر. بعد كده وقت هدوء نبدا بقى نشوف طب نحل الموضوع ازاي او نعمل انترفينشن ازاي. انا بس عايز اقول حاجه عشان الناس اللي نايمه او مش مهتمه، الاربع مواضيع اللي انا اشرحهم النهارده دول اربع محاضرات في الكليه عندكم لسه ما افتحتوش على فكره. اربع ايه؟ محاضرات. يعني انا بقول اربع محاضرات بدون مبالغه بس عشان نبقى احنا فاهمين. يعني انا كده خلصت اول محاضره بتتاخد اللي هي الميكانيكال هازاردز والارجونومكس، النص صفحه اللي فاضله دي محاضره في الكليه بس عشان ما اعرفش ازاي انتوا عندكم مش عندكم الجدول، مش في زمايلكم، في سبعه من زمايلكم بيحضروا محاضرات خلاص ممكن تسالوهم خلاص. فلو سمحتوا مش عايز انا ايه يبقى في استهتار. الموضوع الثاني انا كان عندي امبارح محاضره بشرح فيها البريشر بس صفحتين عند حضرتك في الكتاب في محاضره بس كده. فالسايكولوجيكال هازاردز بقى، السايكولوجيكال هازاردز يعني ايه كلمه ستريس؟ مش ده مرض يعني؟ مش احنا كطلبه ايام الامتحانات، لو سمحت انا ما عنديش وقت اضيعه، احنا كطلبه ايام الامتحانات بنتعرض لستريس. يعني ايه كلمه ستريس؟ ده هرمون. على فكره الاستريس ده ممكن يبقى حاجه جود اللي هو الايو ستريس اللي خدته في السايكولوجي زمان، لكن الاستريس الوحش اللي هو مرض بيها ايه؟ ده هارمفول. فيزيكال وايموشنال ريسبونس. فيزيكال يعني ايه؟ بتلاقي نفسك اعصابك تعبانه متوتر وقلبك بيتقعك في الحمام طول النهار، ده فيزيكال. ايموشنال بقى ان ايه؟ اعصابك تعبانه، الميموري بتاعتك بتقل، حاجات كده. فده اللي هو الاستريس. فما حد يقول لي الميموري مش عارف ايه، ده نوع من انواع الايه؟ الاستريس. خلاص يبقى كلمه ستريس معناها هارمفول فيزيكال اند ايموشنال ريسبونس. بتحصل امتى؟ لما تحس ان المنهج كبير وانت طول السنه بتضيع وقت ولسه ما فتحتش المنهج، لسه ما جبتش الكتاب او جبت المذكرات، فاتزنقت لقيت ان انا قدامي شهر بس لسه ما قريتش حاجه خالص، وعم اقرا المنهج لسه اقول بسم الله الرحمن الرحيم ابدا اقرا المنهج، هقرا بس كده مجرد قرايه مش هطلع بحاجه، مجرد بس انا ايه اتعرفت على الدنيا.
لسه بقى عايز ابدا اقرا تاني واحفظ، ولو في حاجه مش فاهمها خلاص. يبقى ده اللي هو تعريف الاستريس. يبقى انت بيحصل استريس لما الريكويرمنتس اوف الشوب، لما متطلبات العمل، لما المنهج 300 صفحه او مش عارف 200 صفحه او ايه، دي ايه دي اكسيد، تتعدى الكابابيلتي اوف ذا ايه اوف ذا ستودنت، تتعدى الريسورس، تتعدى قدراتك. انا فاضل لي شهر بس لسه ما جبتش الكتاب، لسه ما فتحتش المنهج، ما اعرفش حاجه. ده معنى كلمه استريس. اسباب الاستريس اسباب كتيره جدا. فبنقول اول حاجه اللي هي الواحد عامل زي البقره بالظبط، كاو كاو اللي هي ايه بقى، كلمه كاو اللي هي الكونتنت، كونتنت اوف ذا جوب، زي الورك اوفرلود. عندي شغل كتير جدا، مش عايز كلام الله يخليك، عندي شغل كتير جدا في ديد تايم، لازم اسلم الشغل في وقت معين، ده الكونتنت. كاو اللي هو معناها الورك اورجانيزيشن. كتير جدا من الناس بيشتكم بحكم طبعا الشغل في موضوع السنه واللحافه ان هو ما بيخسش. ليه؟ لانه بيشتغل من 8 الصبح ل 8 بالليل، بيروح ياكل مره واحده، فيخس ازاي؟ فالموضوع بتاع ممكن الاستريس يكون سببه الشيفت وورك، ان هو بياخد نمطشيات ايه مش راسيله على بره، حابب يشتغل شيفت بالنهار، حابب يشتغل شيفت بالليل، او اللونج ووركينج اورز، بيشتغل ساعات عمل لفتره طويله. فكلمه كاو برضو حاجه من الحاجات المهمه، كلمه اسمها ورك رول. يعني انا بشتغل وانا مش فاهم بشتغل في ايه اصلا، حاجه اسمها ورك امبيجنز او كونفليكت. يعني انا بشتغل موظف بس مش عارف انا بعمل ايه، مش انترستد بالورك بتاعي. فطبعا هو بيكره الشغل، كلمه اكره بقى هو بقى لانه بيكره شغله، اكره اللي هي الانفايرمنت. يعني ممكن البيئه بتاعه العمل الانفايرمنت يبقى نويزي، او درجه الحراره عاليه، او الرطوبه عاليه، او الاضاءه قليله. السي معناها الكارير بروسبكت. كارير بروسبكت يعني ايه؟ يعني دايما بيشتغل يعني حمار شغل وايه واندر بروموشن، محدش بيديله وضعه، او محدش بيشكره، او ما بيترقاش، او الفلوس مش كلهم بياخدوا زي بعض، في بي ان ايكواليتي. فكل ده حاجات طبعا ايه حاجات مهمه. بعد كده ريليشن شيب فيها رسم تحرش ميل وفيميل، الفيميل بتخاف تروح الشغل، ممكن ضرب، او مكتوبه هراسم تحرش، او ممكن يحصل ابيوز، ممكن يحصل فيربال او نون فيربال، او بولينج يعني شتيمه، او كل الحاجات دي ممكن تحصل. الاتش معناها الهوم، ممكن طبعا الاسترس بسبب ان هي بتشتغل وبتفكر في بيتها وعيالها، بتفكر في التاكسي اللي هتروح امتى، عم تروح فيها ساعه وعايزه تنزل بدري خمس دقائق، بتفكر في مسؤولياتها وفي العيال. يبقى كل ده الكوزس اوف ستريس. طبعا في نظام الامتحان الجديد ممكن يجي يقول لك انيوميريت 3 او 4 كوزس اوف ستريس. طبعا الايفكت بتاع الاسترس زي ما قلت من شويه حاجه من ثلاثه، يا اما فيزيكال يا اما ايموشنال، او بنقسمه الايفكت بتاع الاسترس بيتقسم خلصوا كلام براحتكم، انا مستنيكم عشان اكمل. يبقى اول حاجه فيزيكال ستريس او فيزيكال هازارد، وفي بعد كده حاجات منتال، وفي بعد كده حاجات بيهيفيرال. فيزيكال زي ايه؟ ايام الامتحانات بتحس ان انت جسمك مرهق جدا، فاتيج، مش قادر، وتيجي تنام ما يجيلكش نوم، يبقى فاتيج وانسومنيا، مصدع، في تعبان طبعا هيدك، وعضلاتك وجعان، مصل ايه حسب اللي مكتوب عندكم بقى، قلبك بيدق على طول من الخوف طول السنه، ما بتذاكرش حاجه، شست بين في الحمام طول النهار، ابدومينال بين ونوزيا وفوميتنج وحاجات كده، وايديك ساقعه وبترتعش وعرقان، فلاشنج وكولد سويتنج وحاجات كده. وفي ناس طبعا بتخش بقى السفير ستريس في الالسر والكورونري ارتيريال ديزيز، سي اي دي يعني كورونري ارتيريال ديزيز. مش بتكلم على الطلبه يعني، ده انا بهزر معاك، وانا بتكلم على الوركرز لو كبرت السن. حاجات منتال بقى، سبحان الله وقت الامتحانات تلاقي الميموري قلت والكونسنتريشن قل، وحصل كونفيوجن مش عارف انت اصلا بتذاكر في شابتر ايه، ويحصل بقى ديبريشن والسوسايد وحاجات كده. بعد كده البيهيفيرال، تقعد بقى ايه تهز رجليك وتقرط في ضوافرك وتاكل كتير او تشرب كتير، يعني تعمل بقى اللي انت عايزه. تمام؟ ازاي نمنع الاسترس؟ في عندنا برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن. قلت لكم قبل كده
يعني ايه برايمري بريفنشن اوف ستريس؟ يعني انا عايز امنع الاستريس خالص. طب وماله؟ عشان نمنع الاستريس خالص في ثلاث حاجات بتبدا بحرف الام. ان انت يا سيدي تخلي المناهج على قد الطلب، تعمل ماتشنج ما بين الجوب وما بين الورك، ان انت تعمل موتيفيشن تشجع الناس ان هي تشتغل وتديهم حوافز ومكافئات، وان انت تعمل مونيتورنج لاسباب الاستريس وتحاول تعالجها. اسباب الاستريس ايه؟ بدل ما انت قاعد قلقان كده اقعد ذاكر. بعد كده نعمل حاجه على مستوى الوركر وحاجه على مستوى الفاميلي. على مستوى الوركر زي كده مجلس الكليه ما فيه طلبه من حضراتكم بيحضروا، نخلي الوركر يشارك في الورك ديزاين، نخلي الطلبه تشارك في الايه في الكوريكولم ديزاين. وحاجه على مستوى الفاميلي زي مثلا في بعض الاماكن في الجيش بيبقى فيها ايه سكن للاسره بتاعه الضباط، او مثلا مهندس بترول وقاعد ما فيه سكن للشركه تبع للشركه، يعني يبقى نهتم باللايف ستايل والفاميلي سبورت بتاع الورك. او يبقى المكان زي ما بيسموه كده عند حضراتكم في الكتاب، يبقى بيسموه فاميلي اورينتد ورك بليس. يعني انا فاكر لما كنت في الجيش كنت رحت الاسماعيليه اسبوعين كده، فهناك المكان تحس ان مش منطقه عسكريه، او ما تحس ان فيه كل حاجه، ملاعب كوره وملاعب ممكن يعني طايره، وتلاقي فيه مدارس عشان يعلموا اطفالهم واوض كمبيوتر ودور الحضانه. ففي ناس اوريدي ستيل لحد النهارده ساكنين في المساكن اللي هي تبع الايه تبع العمل بتاعهم، حتى مكتوبه فاميلي اورينتد اند سوشيالي سبورتيف ورك بليس. طب امال يعني كلمه سكندري بريفنشن؟ يعني خلاص الاسترس حصل، فانت بتضطر ايام امتحانات محتاج بقى ايه دكتور باطني عشان القلب والاسهال، او دكتور ايه اعصاب، دكتور سايكاتريست، فمكتوب طبعا ميديكال وايه. طيب ده الموضوع الثالث بقى الاوبريشنال كانسر، او المحاضره الثالثه. كلمه اوبريشنال كانسر يعني كانسر بيحصل سوري بارشلي او هولي ديو تو اكسبوجر للاوبريشنال كارسينوجين. يعني شخص اتعرض للماده المسرطنه في مكان العمل. ازاي الكانسر يبقى مرض جهاز؟ او ايه هو يعني كلمه اوكيبيشنال كارسينوجين؟ حاجه فيزيكال زي مثلا شلنا الايونايزنج راديشن، مش كان بيعمل كانسر؟ هو كلمه لبس البدله، لبس كان لوكيميا وكانسر لانج وحاجات كده، والبي كان ايه؟ كان كانسر بول، والسكين الاس سكينو ثايرويد ولوكيميا. ممكن حاجه كيميكال زي المواد اللي هي الصبغات، مثلا ماده اسمها بيتا نفسيلاماين. ممكن حاجه بيولوجيكال زي لو واحد دكتور وجاله اتش بي في ممكن يقلب بعد كده بس سوبر كارسينوم. فممكن يجي لك سؤال بقى يقول لك ايه الكاركترز، ايه هم الحاجات اللي بتميز الاوكيبيشنال كانسر عن بقيه الكانسر العادي خالص؟ يعني ايه الحاجات اللي بتميزه؟ ايه هي الكاركترز اوف الاوكيبيشنال كانسر؟ اول حاجه قال لك بيحصل في سن بدري. انا متعود الكانسر بيحصل متاخر، لا ده الاوكيبيشنال كانسر ده بيحصل في سن بدري، والدس كمان بيحصل في سن بدري. وعشان يحصل لازم يكون في ريبيتد اكسبوجر، وفي حاجه اسمها ليتنسي او ليتنت بيريود ممكن توصل اب تو 20 سنه. في حاجه اسمها خطاب في الفارما اسمها ثريشولد دوز، قال لك ممكن تكون موجوده في بعض الكارسينوجينز او لا. يعني في كارسينوجين لازم يوصل لدوز معينه عشان يعمل الايفكت بتاعه، يعمل الكارسينوجينيك ايفكت بتاعه، وفي كارسينوجين باي كونسنتريشن يعمل كانسر. ففي ثريشولد دوز مي اور مي نوت بي بريزنت حسب الايه النوع بتاع الكارسينوجين. وخدته في الفارما برضو حاجه اسمها دوز ريسبونس ريليشن شيب، يعني كل ما الدوز بتزيد كل ما الايفكت بتاع الكارسينوجين هيزيد. وصلت الفكره ازاي؟ برضو عشان اتاكد ان ده اوكيبيشنال كانسر بيبقى طبعا بريسيدد باي بري كانسرس ليجن، وبلاقي في الشخص الواحد في العامل الواحد بلاقي فيه ايه مالتيبل اورجان افكتد، مش حاجه واحده بس، مش كانسر كولون كانسر هيباتوما، لا بلاقي فيه اكتر من اورجان افكتد. لان مثلا لو جينا خدنا الاسبستوس بيعمل مثلا ايه افكت اللنج والبلوره والبروتونيوم واللارنكس، فممكن الاقي فيه اكتر من اورجان افكتد. ممكن الاقي كمان اكتر من وركر في نفس مكان العمل لو مفيش كنترول ميجرز كفايه يبقى افكتد بالايه بالكانسر. خدوا بالكم بقى احنا عندنا فيه 3 كانسر في المنهج عشان بس نبقى عارفين كده. في كانسر اللي خدناه في النيوتريشن، وفي ان شاء الله الكانسر بتاع النون كوميونيكابل ديزيزز واختصارها ان سي دي، ده اللي هو الشابتر اللي فاضل اللي احنا قلنا لسه في 3 مرات ان شاء الله. وفي الكانسر اللي هو ايه بتاع الاوكيبيشن. فوانت في الامتحان خد بالك هو بيسالك على انهي كانسر بالظبط. فلو جينا نتكلم على الاوبريشنال كانسر قال لك والله ده بيحصل نتيجه تعرض،
لمواد المسرطنه. فانا مكتوب جدولين، الجدول الاولاني ده على حسب الاوكيبيشنال كارسينوجينز الماده المسرطنه، والجدول الثاني ده على حسب الاندستريال فورس. واحفظ بقى على قد ما ربنا يقدرك. يعني اهم حاجه في الاوكيبيشنال كارسينوجين انا شايف الارسينيك، هو مكتوبين اي بي سي على فكره. الارسينيك اشهر حاجه بيعملها معروفه لاند، يعني معروف ان الزرنيخ بيعمل كانسر لاند، دي ما ينفعش ننساها. مش عارف مكتوبها ارسينيك صح كده. في الاسبستوس قلته من شويه، الاسبستوس في البنزين دي جديده عليكم لازم تعرفوها. البنزين ده بيدخل في صناعات كتير جدا، صناعه الجلود الشنط والاحذيه والحاجات دي، بيعمل لوكيميا مهمه قوي قوي قوي. الكول اللي هو الفحم ده بيعمل كانسر سكين وسكروتم مثلا، يعني تاخد بالك من الحاجات دي. الايونايزنج راديشن قلناه اللي هو كلمه لبس البدله، لوكيميا، لانج، ليفر، سكين، ثايرويد، اي حاجه يعني. فالمهم يعني اول جدول بيتكلم على الكارسينوجين، تاني جدول بيتكلم على الصناعه نفسها الاندستريال بروسس. يعني قال لك في مثلا مصانع الالومنيوم اندستري، الالوم اندستري او الالومنيوم اندستري، هي اي بي سي برضه على فكره، ممكن نخليها اي بي سي. يعني ممكن اقول الايه يعني الالومنيوم والبي يعني بنزين، او لا البي بقى ايه نخليها البوت. ما احنا مش بنتكلم على المواد، احنا بنتكلم على الصناعه، صناعه الاحذيه، البوتات والشوزات، والسي تبقى الكول، وتبقى الايه برضو اللي هي فحم الكوك، فحم الكوك، كوك ايه كوك برودكشن. مكتوبين كده ولا انا ناسي حاجه؟ انا مش عارف الايه اللي هو الالومنيوم اندستري. بصوا بقى الماده المسرطنه في صناعه الالومنيوم اللي هي اللي كنا بنسميها باص، اللي هي البولي سايكليك اروماتيك هيدروكاربونز، وبتاعه البوت اللي هي البنزين، وبتاعه الكول والكوك اللي هي برضو البولي سايكليك اروماتيك هيدروكاربونز. حد فهمني؟ يعني هنا التقسيمه الثانيه على حسب الصناعه نفسها. انا ناسي حاجه ولا قلت كله؟ الاربعه اربعه بس في الكتاب الجديد وخلاص، دول اللي عليهم. بعد كده عايزين نتكلم على البريفنشن بتاع الكانسر. في عندي برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن. برايمري بريفنشن يعني عايز امنع ان حد يجيله كانسر اصلا. همنع ازاي ان شاء الله؟ قال لي نقفل المصنع اللي بيتم استخدام المواد المسرطنه فيه، يبقى نقفل كلوزنج. طبعا ده استحاله ان احنا نقفل المصنع. يبقى رقم 2، بدل ما نقفل المصنع نعمل ايه؟ سبستيتيوشن، استبدال. طب انا مش قادر استبدل الماده، يبقى رقم 3 نعمل ايه؟ نقلل الاكسبوجر بتاع الوركر للماده دي. ازاي بقى؟ نفس الكلام اللي كنا بناخده طول الشابتر عن طريق الانجينيرنج. فاكرين الانجينيرنج كنترول ميجرز اللي هي اجراءات التحكم الهندسيه؟ الماده تبقى سيجريجيشن، اوتوميشن، ميكانيزيشن، فنتليشن، حاجات كده، اير كونديشننج. او ان احنا نعمل، فاكرين لما خدنا كلمه اسمها يا دكتور علاء، حاجه اسمها لو ويست تكنولوجي. يعني ايه؟ نستخدم طريقه بحيث تطلع عادم اقل، او ان احنا نعمل نبطشيات. مكتوب عندك روتيتنج جوبز، نبطشيات، او ميديكال اكزامينيشن اللي هي امبري امبلويمنت والبريودك. المهم يعني حاجات كتيره، يلبسوا البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، نعمل لهم هيلث انفيكيشنز. فالمهم انا برايمري بريفنشن. يعني ايه برايمري بريفنشن؟ نعمل ايه؟ لاما بريفنت الاكسبوجر خالص، نمنع خالص حدوث الكانسر او نقلل. لكن سكندري بريفنشن يعني ايه؟ يعني الكانسر حصل، فالمفروض احنا نعمل ايرلي ديتكشن، ونعمل مانجمنت، ونعمل فولو اب للايه؟ للكانسر. المحاضره الرابعه اللي بعد كده الاوكيبيشنال انجنز اللي هي الحوادث المهنيه. الاوكيبيشنال انجنز الاوكيبيشنال انجنز اللي هي بتحصل نتيجه انسيف اكتس اور انسيف ورك كونديشنز. حد فاهم يعني ايه كلمه اوكيبيشنال انجري؟ يعني ذا اند برودكت، المحصله بتاعت. في فرق بين الكلمتين اللي عندك في الكتاب في المذكره؟ لا، في فرق. كلمه انسيف اكت يعني واحد عمل ريكابنج للنيدل فعور نفسه، ده انسيف اكت. لكن انسيف ورك كونديشن يعني في سلك الكهرباء مكشوف، الارض بتزحلق. حد فاهم الكلام؟ فمهم قوي يا جماعه. ممكن مثلا انت هتبقى مذاكر الجدول حلو قوي اللي هو اسباب الاوكيبيشنال انجنز، كلكم هتبقوا حافظينه. لكن ممكن السؤال يجي يقول لك ايه الحته اللي قبلها، يقول لك ليه الحوادث بتخسرنا فلوس؟ عشان طبعا بيحصل دامج. لو حصل حريق في المصنع يبقى دامج للماتيريالز والماشين، صح؟ ليه الحوادث بتخسرنا فلوس؟ الوركر لما يقعد في بيتهم هنفقد ساعات عمل، الانتاج هيقل، لوست وركينج اورز،
ليه الحوادث بتخسرنا فلوس؟ المصاريف بقى بتاعت العلاج والريهابيليتيشن والكومبنسيشن، التعويضات اللي العمال هتطلبها. فخد بالك انت ممكن هتذاكر الجدول. الجدول ده بيقول لك ايه؟ ان اسباب الحوادث في المصنع حاجه من اتنين، يا اما السبب في البني ادم نفسه في العامل مش على بعضه مش مركز، يا اما السبب في بيئه العمل. فمكتوب اهو ان اسباب الحوادث في المصنع، اسباب الانجرز في المصنع حاجه من اتنين، هيومن فاكتور يا سبب في البني ادم يا في مكان. هي الحصه صغيره بس انا قلت ابدا شابتر نان كوميونيكابل من الحصه الجايه، يعني عشان ايه؟ يعني ابدا الشابتر على بعض. مش مستاهله يعني، احنا الحمد لله مش متاخرين. فاليومن فاكتور بنقول الشغل في المصنع فطسنا، فطسنا اللي هي ايه؟ وبوظ ودمر صحتنا، بوظ ودمر. طبعا الاسباب مش هيجي يقول لك سمع كل الاسباب، احنا عندنا حاجات تانية عايزين نسالك فيها. هيقول لك قول لي سببين ثلاثه هيومن واثنين اورجانيزيشنال. فالاف معناها فتيك، لو انت لو العامل بيشتغل وهو تعبان هيعور نفسه. التي لو هو مش مدرب انف هيعور نفسه، فتيك وتريننج. الاس لو هو اعصابه تعبانه هيعور نفسه، او مش بيشوف كويس سمعه تقل، سنسوري سايكولوجيكال وسنسوري. الان لو مش لابس البيرسونال بروتكت اكويبمنت هيعور نفسه، او مفيش سوبرفيجن باستمرار عليه هيعور نفسه. والايه لو هو عنده ثقه بنفسه زياده عن اللزوم، زي اللي بيتعلم لسه سوق عربيه وماشي بقى خلاص، او نجل كانس مهمل هيعور نفسه نتيجه الاوفر كونفيدنس. يعني ايه معناها اكت؟ الاكت هتبقى انسيف نتيجه الاوفر كونفيدنس او النجل كانس او الكحول او لو شرب او اي حاجه. بوظ بقى اللي هي يعني مش السبب بس ممكن يبقى هيومن، السبب ممكن كمان يبقى ايه؟ في الاورجنايزيشن نفسها. اشهر حاجه في مصر سلوك الكهرباء مكشوفه، وزي ما قلت لكم قبل كده اللي هي البير الكتريك فايرز، وقلت لكم حاجه قبل كده زمان 100 مره، الباد هاوس كيبنج. الباد هاوس كيبنج اوف ذا فاكتوري، لو حته ملخبطه ومش مترتبه يحصل حوادث. اي حاجه بقى اللي حاجه مرتبطه بالعمل زي الورك ستريس، السيليبري فلورز، الارض بتزحلق ممكن يقع يتكسر، دي حاجات كتيره. حط ديفكتيف والف اي حاجه، ديفكتيف ارجونومكس، المكان ضلم، ديفكتيف لايتنج، اي حاجه. اليومينيشن، الام معناها ماشينري فيلير، الماشينز بايظه فهتعوره. الار معناها ريبيتيتيف موفمنتس، فهو شغال وهو بقى ايه حاجات ريبيتيتيف، ممكن حاجه تعور صبعه او كده. هو بيقول ان في مصر بيحصل 200 حادثه في السنه مميته، مش 200 حادثه بس، لا بيحصل حادث كتير، بس اللي بيموت 200 حادثه مهنيه، حادثه مهنيه. اشهر حاجه طبعا الكهرباء والفولز فروم هايت، يعني دي اشهر حاجه. ايه؟ لا هو السواقه لسه ناخدها في شابتر النون كوميونيكابل. الانجرز ده مرض مش مهني، اللي اذا كان بقى ايه في حاجه اسمها ترافيك انجرز، اللي اذا السواق نفسه بيشتغل سواق، فاهم قصدي؟ يعني انا عندي عربيه مثلا برايفت، انا كده ده مش مرض مهني، مرض مهني لو سواق درايفر يعني. وصلت الفكره ازاي؟ فاحنا لسه هنتكلم عن الانجرز يعني. برضه انت من حالات كويسه دكتور عصام فكرتني، انا عندي الانجرز في اثنين انجرز في المنهج برضه. زي ما قلت لكم كده الكانسر، انا عندي الانجرز في اثنين انجرز في المنهج. في الانجرز اللي هي بتاعت الاوكيبيشنال، وفي الانجرز اللي هي بتاعت النون كوميونيكابل ديزيز او الام سي دي. يعني انا برضه عندي اثنين انجرز. طيب عشان بس نخلص، اكتر مكان افكتد طبعا في الحوادث بيقع الراس طبعا والكهرباء والابر لينكس. هقول كلمه اخيره بس، اهم حاجه في حاجه اسمها اكسيدنت برونس، عشان لو سمعتها في الاسبي او في الاسبي يعني ايه كلمه برون؟ يعني معرض ليك. اكسيدنت برونس يعني في ناس كده معرضين للحوادث اكتر من غيرهم، مع انهم كلهم بيتعرضوا تو ذا سيم ريسك فاكتورز. حد فيهم قصدي؟ يعني افرض مثلا كلنا كنا بنشتغل في مكان معين ومعرضين لنفس الريسك فاكتورز، بس تلاقي ناس بيحصل لها حوادث اكتر من ناس، اللي عنده بقى نظر ضعيف، اللي سمعه ضعيف. وصلت الفكره؟ فده معنى كلمه اكسيدنت برونس، معناها ان في ناس اكتر عرضه اكتر من ناس للحوادث، ايفن مع انهم حتى بيتعرضوا تو ذا سيم ريسك فاكتورز. حته صغيره هقولها اخر حاجه في الحصه الصغيره الحلوه دي، واتمنى طبعا الحصه الجايه مهمه. الشابتر ده مع انه صغير بتاع النوتريكابل بس عليه 15 درجه، عارفين طبعا. الحصه الجايه اللي بعدها هجيب لكم بقى الورقه بتاع جدول المذاكره وتوزيع الدرجات.
البريفنشن بتاع الانجرز مكتوب كده نعالج السبب والجنرال بريفنشن. ايه هو الجنرال بريفنشن ده؟ ده بتاع الجنرال بريفنشن بتاع الكيميكال هازاردز. في كده في الكيميكال هازاردز بعد ما خلصنا السيليكوزيس والاسبستوزيس كان في كده ايه حاجه اسمها اللي هي الانجينيرنج ميجرز او الانفايرمنتال ميجرز والميديكال او البيرسونال. تمام. طبعا هو مش هيجي يقول لك يعني انتوا بس فاهمين الدنيا الاجابه من الكتاب، يعني مش هيجي ابدا يقول لك ديسكاس او اتكلم على البريفنشن بتاع الانجرز. لو قال لك بريفنشن اوف انجرز عايز يسمع منك الكلمتين دول بس. يعني احنا في الكوميونتي ما عندناش حاجه اسمها تجيب حاجه من حاجه تحطها مكان حاجه. تمام. في حصه راوند ان شاء الله الساعه 2:30 النهارده. Thank you.